الكلام اللي ذكروه الشباب كله له الحياه الخاصه. فنحن بدينا ما فينا نعمل فول سيستم، احنا بدينا على حسب الحوجه والاولويات بتاعت الناس اللي كانت تعرفها. اول حاجه كانت مطلوبه انه هم دايرين سيستم بتاع البلاغات يكون موجود. السيستم اي بلاغه يتسجل يكون عندنا الادوات موجوده نقدر نرجع لهم اي حاجه ونعمل فلتريشن او نجيب البلاغات الجايه بالخير معينه في زمن معين حاجه زي دي. ثاني حاجه دايرين برضه بلاغات، دايرين البلاغات دايرين الفولنتيرز بيسجلوا على اساس انه في وقت تحتاج فولنتير في التيم المعين تقدر تعمل له كولنج سواء كان في الميديكال تيم او كان في اي تيم ثاني على حسب الحاجه بتاعتك. زي ما قلت لك الناس محتاجه لزول كان سايع على فور ويز السيستم ده تغير الوضع دي سريع. بالنسبه للويب سايت احنا لقينا البوستنج الحمد لله لقينا سريع لقينا دومين واي حاجه. اول حاجه عملنا بس الحاجه الرئيسيه يعني نزلنا تمبلت وجهزنا عليها حطينا فيها صوره بتاعت نفير والكلام اللي عايزينه وشويه شويه بدينا نعدل في الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني بنرفع لنا فورم بنرفع لنا كلمتين ثلاثه بنحط لنا صوره دخلنا الفورم بتاع الفولنتير وبعد كده صرت تقدر تطلع ريبورتات تقدر تطلع اونلاين اخر يوم بنرفع ريبورت بتاع اليوم الاول بتاع اليوم الثاني اليوم الثالث. تمام يعني السيستم ده ماشي ديفلوبينج من ناحيه انه بربط الاجسام هنا مع بعضها وفي نفس الوقت هو بيقدم خدمات ثانيه للناس اللي بتخش من برا. لكن الديزاين ده حتى الان طبعا في الحياه تعبان شديد بس حاليا احنا عملناه على سعيد. حاليا عندنا دانيال اللي هو ده احنا متطوعين نتفرج عليه منه يعمل لنا ويب سايت ديزاين يكون جميل جدا وكرافتيك حاجه مور بروفيشنال اكثر من حاجه شغالين ناس مش شايفينها واقع. فده هو دانيال وثاني في شباب جون بيريش قدموا خدمات على موش الويب سايت. فبس ان شاء الله على بكره وبعد بكره بالكثير يكون عندنا تو ديزاين ونحن اخترنا الديزاين الجميله ده نشتغل فيه ونلعب على المطابق ونطلع على غير باقي الحياه. ده بالنسبه للويب سايت. الحاجه اللي تكون كويسه اهم حاجه تقدر ترفعها بصوره منظمه على الفيسبوك اللي هو اكثر حاجه اكمال عليها. يعني التقارير انا دايما التقارير كلها تكون في التوابع في انجليزي واحد طلب من النرويج دايما تكون التقارير اليوم موجوده عشان النرويج يساعد الناس اللي تطلع الريبورت اليوم والثاني والثالث يقدر يجيب لهم معلومات. لكن الفيسبوك انا لو داري اشوف الريبورتات اللي ترفعها طبعا يعني انا لو خدت شويه يعني كبيره في مصر فهنا الريبورتس كلها موجوده في حته واحده. الحاجه اللي شغال ناس حاليا مانولي نحن هنعمله شنو؟ هنعمله بالسيستم بتاعنا اللي هو على حسب الداتا فلو بتاعهم. نحاول نشوف باترن او نمط الشغل بتاعهم نربط البلاغات منها يكون البلاغ للاوبريشن والاوبريشن اللي يكون في الانفنتوري الانفنتوري تكون من الناس الماليه هم يجيبوا الحاجه دي تمشي للتيم بتاع الاوبريشن ناس الاوبريشن ده يكون تابعين معاهم اونلاين التيم المشروع فيه منو القائد بتاع التيم منو ناس المحكم منو كده حتى المشرف البريتاري ممكن يتحول بمسج بحيث انه انت خلاص المنطقه دي غطيتها تعرى علينا شنو المنطقه الفعليه وكذلك ممكن يديني فيدباك طوال الوقت. فيكون عندنا فيل سيستم بكل الديبارتمنتس دي على حسب الحاجه هم شغالين فيها. فنحن بنحاول نعمل نمط بيناتهم على اساس انه الحياه تبقى سريعه يعني على اخر اليوم لما نكون واحد نرتبط مع بعض اي واحد بس يفتح يعمل برنت اوت ريبورت بتاع اليوم ده ويجيبه بقى هي خالص. دي الحاله حتى الان اللي قدامي ان شاء الله تطوروا السيستم في باب بيناتهم. شكرا.